الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة عليهم السلام. يطوانو أركانم إيمانم ششقاكور ملائكهر ديفاش تنراش. نؤمن بأنهم عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم. ديفاش مخ آخر عالم غيبم زرششر كلاغهم أو ديفاش مخ. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. ألحشهم قخيججاش آخر نورم. يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه. ألعشهم آخر خبشث يجي آم فجأم. لهم أجساد. أبخم جسد يأش. وعقول. أبخم عقل يأش. وقلوب. أبخم قو يأش. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام. ملائكهم يبصوري ديفاشمخ. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل عليه السلام. أو دقبسو ديفاشمخ زغور ملحشخ ياتر قخي غشامة جبريل عليه السلام خودخم. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم مثل جبريل عليه السلام وكل بالوحي. أو دقبسو ديفاشمخ آخر زخوجا أخوهم سألهم بابجا جبريلر وحي بغمبارهم أريغحانو أب يأجعه زرشتر. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم مثل لا يعصون الله. أو دقبسو ديفاش مخ ألحشهم أبهم يا صفاتهم تيوخاو قد جئار قد خزئيخار